الجيري. ما شاء الله ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. قال لك الحرارة على مصر والرطوبة على مصر، الحرارة والرطوبة على المنتخب ديالنا ديال الجزائر. قال لك دوزيامي فشلوا، الحرارة وتونس مسكين عاود فشلوا. بصح شوف، أسود الأطلس هما اللي يشرفوا بالعرب وهما اللي يشرفوا بإفريقيا ورافعين الراية ديال إفريقيا ديال المغرب وديال إفريقيا في العالم. وصلوا للدومي فينال وهما اللي يشرفوا إفريقيا في كأس إفريقيا. المغرب تنزاني التنزانيا 3-0، الزلزولي زلزلهم، حكيمي حكمهم، زياش زياشهم، الرجراجي رجراكم، سايس سايسهم، املاحي ملحهم بالشطة والكمون، مرابط ربطهم، وناحي نيحهم، الشيب شيبهم وعذبهم يا معلم، والمغرب كامل فرشاكهم، انت فرشيخ. هو هي دي الكره المغربيه وسحر الكره المغربيه. واخيرا ابتدينا نتفرج على كره مغربيه. وهنا علاش تنقول يا اولاد العز المغاربه، علاش تنقول حديمك يفرحونا كاش فرحوا الشعب العربي كله اللي شفت المغرب كامل ده خارج عن بكره ابي الروعه التفرشيخ العظمه الحلاوه وديبة مغرب والعز للمغاربه. واكتبوا لنا رايكم في هذا المستوى العالمي للمنتخب المغربي والتفرشيخ، وشكرا. برجولية للزوم المغاربة صاحبي، عبيد لعبت على المريول اليوم، عبيد لعبت بقليب، جرينت اخويا حاضرين، كونيكسيون ما بين الجواريت، انترونير حاضر، مرابط حاضر، حكيمي، زياش، كلهم حاضرين يا اخويا، حتى كان في الماتش زلطوا شوية، مي اخويا كومام راهم اخويا كبداية 3-0 يا معلم، 3 عطاهم تريحة، تريحة كروية تعرفها اخويا. هذوما ايكيبة تنجم توصل للدومي فينال وتنجم للفينال، ويقول لك خويا انا نورمال نهزها الكوب دافريك، يهزوها الكوب دافريك. علاش؟ خاطر يلعبوا بالقلب صاحبي، خاطر يدافعوا على راية البلاد، على خاطر بالرسمي ماشيين يحاربوا، ماهمش ماشيين يتصوروا ويهبطوا على الانستغرام وشوفونا هان مشينا وشوفونا هان جينا. شوف انت العباد وين وصلت خويا، شوف انت في الكوب دي موند شنو عملوا. والله تحية تحية خويا ديما مغرب يا صاحبي، وان شاء الله ربي معاكم بالرسمي، ان شاء الله تهزوها الكوب دافريك ان شاء الله يا خويا، خاطر بالرسمي الناس تلعب يا خويا بصحتهم بصحتهم يلعبوا يا خويا سي نورمال. الاولى الله الله، والثانيه النبي رسول الله، والثالثه المغاربه في عون الله. الحمد لله ربي ما حشمناش رغم كره الكارهين وحقد الحاقدين. السلام عليكم خالتي، مبروك المنتخب المغربي. انا دوك كملت خدمه وكنت نشوف المقابله في الهاتف. خالتي صراحه اليوم المنتخب المغربي لعب باسم مونديالي، والله رابع العالم باقل مجهود، خبطوهم بثلاثه ما حلبوهمش كاع كيما قلت، كيما مفروم يطيح في المقله يتقلى. اقل مجهود، ركز لي على هذه، باقل مجهود جيروها على اعلى مستوى، مام تغييرات على اعلى مستوى. خالص صراحة كما قلتها لكم وكما قلتها لكم من البارح، هذا هو هوية تاع البطلة باينة، هوية ما بين السنغال والمغرب، ونرجح كفة المغرب مع المستوى العالي. عباك أقل مجهود، ما حبوش يطلعون الريتم جيروها كما حبوا، يماركوا وقت يحبوا، يهجموا وقت يحبوا. طنزانيا سلكت 6 ولا 7، طنزانيا سلكت 6 و7 لحد الآن في الدور الأول. الإيكيب اللي قنعتني بأداء ونتيجة المنتخب المغربي بارك الله عليه، باش ما يقولوش ضربتنا بعين، ولا على اعلى مستوى للامانه، رقم واحد مرشح للفوز بنجمة تانية. عارف راسي بيل وانا بالي عجبني، لا عندك شي مشكل وطلع الرباط شكي اللي كان قاعد مستني المنتخب المغربي يخسر، اللي كان قاعد مستني وقاعد بيرقد عشان يقول كلمتين ما لهمش لازمه، المنتخب المغربي فاز. بسم الله ما شاء الله، والله ما لا تقواس. المنتخب المغربي هو اللي رفع راسنا في اول جوله للمنتخبات العربيه كلها، كبار المنتخبات العربيه مع احترامي طبعا للمنتخب الموريتاني، ولكن كبار المنتخب العربيه كلهم اتزحلقنا. مصر اتعادلت والجزائر اتعادلت وتونس اتغلبت، وناس كتير بقى قاعده قبل الماتش مستنيه عشان تعمل حفله على المنتخب المغربي. يا اخوانا في ايه؟
ربنا يوفقني، انتوا قاعدين مستنييني. لكن المنتخب المغربي ما سماش على حد، والحمد لله فاز بأول مباراة، واللهم لا تقواس عشان نكمل على خير إن شاء الله. اللي أنا بس بتمناه إنه المنتخب المغربي والمنتخب المصري ما يقابلوش بعض بدري لو سمحتوا، يعني مش معقولة، مش معقولة كف يعني كل مرة مصر تلعب المغرب. إحنا مش عايزين دلوقتي ده، ممكن نتقابل في النهائي بس بلاش دلوقتي عشان خاطر أنا مش هتكلم على أداء المنتخب المغربي ولا هتكلم على التاكتكس، لأن في وجهة نظري أول مباراة أو المباراة الافتتاحية دايما للبطولة بتكون دايما رخمة كده ومقفلة، بيبقى لسه أنت اول ماتش ليك في البطوله، اول ماتش ليك في الملعب ده، اول فالامور المفروض انها بتمشي تصاعدي. فاحنا نتمنى انها تمشي تصاعدي، وان شاء الله المنتخب المغربي مستمر باذن الله. اما القوه الضاربه ملناش دعوه بيها، اللي قالك احنا هناكل كل حد في سكتنا ملناش دعوه بيها عشان هو ما اكلش حد خالص. اما احنا منتخبنا فياريت ان شاء الله نركز في ماتشاتنا وملناش دعوه بالتصريحات بقى، ها نركز في اللي جاي ملناش دعوه بقى مين قال ايه ومين بيقول ايه، نركز يا جماعه عشان المنتخب المصري ان شاء الله يفوز في المباراه اللي جايه. ومنتخب تونس برده بتمنى التوفيق، ومنتخب موريتانيا بتمنى له التوفيق، ولان الله في كوكب لالا. مرة أخرى 1.5 مليون مبروك للمنتخب المغربي، واللي كان قاعد مستني ومرقد ونفسه حاجة تحصل حبيبي، أما اللي فرح من قلبه فعلى رأسنا من فوق. يا صوفيا باتمان فين؟ مرحلوها من كوت ديفوار؟ طيب مع السلامة. استنى بقى تصريحات كله بالتلاعب وفوزي الأقجع، واحنا اصل احنا في مؤامرة ضدنا، والمغرب متحكم في بطولة افريقيا، والمغرب متحكم في الجو والهواء والشمس والاجواء، ولان الله في كوكب لالا. La Gérie. Vous êtes éclaté, putain. Je te jure, c'est quoi ça? من منبت الأحرار شد الرحال، فحيوا المغرب احتفال، ثم أفسحوا المجال، فالقدوم رجال بقميص تمثله أبطال، أسود زئيرها زلزال، ذويها في الملعب قتال، لا تخاف لا تفزع، ثابتة كالجبال، تؤرق تربك تشغل البال، تشهد لها ردود وأفعال، نحن المغرب وحلولنا بإذن الله ليس بعده ارتحال.